دعاء غير الله إنه الإنسان يقول يا فلان تنجدني وتفزعني، يا فلان أغيثني، ينده غير ربنا في الشدائد إذا حصلت له مصيبة أو كان ذا يعتر في الوطن أو المرض عسرت في الولادة أو طقه ودابي أو بدل ما ينادي الله يقول يا الله تنجدني ويا الله تغيثني، يقوم ينادي منه، ينادي الشيخ الميت. ده شرك بالله عز وجل أكبر. يعني شنو أكبر؟ يعني بيطلع الإنسان برا الدين، يبقى ما مسلم. زول إذا بيصلي وبيصوم وبيحج وبيزكي لكن نادى غير الله، استغاث بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، ده خرج برا الدين حتى لو كان بيصلي وبيصوم. والله ما يقبل منه صيام ولا صلاة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أي عمل صالح، صلاة، صيام، بيدي المساكين، ببر والدينه، طالما دعا غير الله أعماله دي كلها مالها جماعة ما مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وربنا يوديه النار يقعد فيها ما يمرق تاني أبدا، لأنه ربنا عز وجل قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. أيوة. بالنسبة للحية والزرع، شفتوا كيف؟ نتيم باقي الجواب ده عندي تماما. ومن الشرك بالله عز وجل أيضا لبس التمائم أو ما يسمى عندنا بالحجبات. الإنسان جايز يكون لابسه لكن ما عارف، ده زول مسكين، إحنا يعني الشريعة بتعذره لأنه زول ما عارف جاهل، لكن زول لو عرف ما يجوز له يلبس هذه الأشياء، لأنه الشافي هو الله عز وجل والبيحفظ هو الله سبحانه وتعالى. ربنا قال في القرآن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن كل نفس لما عليها حافظ. وقال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالبيحفظ هو الله سبحانه وتعالى. الحجبات والتمائم الناس اللي بيلبسوها دي ما بتحفظ يا جماعة، ودي حرام، بل هي شرك بالله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من علق، بيعلق له حجاب تميمة، قال فقد أشرك. حتى لو قال لك ده ضد العقرب أو ضد السلاح أو غيره، وحتى لو شفته بيحجبك يضرب الصلاح يدق ويقع فيك ما يعمل لك حاجة، ده ما معناته حلال، لا ده حرام، لأنه ده شغل بتاع إبليس بتاع الشيطان. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا فاتخذوه عدوا، ما تتخذ الشيطان لك صديق بل تتخذه عدو، ما تطيع كلامه ولا تمشي بدربه. عرفتوا يا جماعة؟ جزاك الله خير. ما تمشي بدربه، ما تمشي بشنو؟ بدربه، بل تتوكل على الله سبحانه وتعالى، ما تتوكل على غير ربنا مهما كان ما تتوكل على غير الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك بالله عز وجل. التولة ده عرق المحبة، يعملوا جماعة يقول لك ده بيحبب المرأة لراجلها والراجل لمرته، وعشان الراجل ما يعرس فوق المرأة، المرأة تمشي للفقيه يسوي لها، دي اسم التولة. فالتولة هي عرق المحبة وهي شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك بالله عز وجل. فالإنسان يتوكل على الله يا جماعة، ما يلبس لحاجات يتوكل عليها. سيدي ده كلام فاضي، كلام فارغ. حتى بعضهم يغش الناس يقول لهم ده قرآن، وما قرآن، وكلام فارغ ساكت ما قرآن. لكن حتى لو بقى قرآن نفسه، نحن ما بنقول القرآن كلام فارغ، لا حاشا وكلا، لكن بنقول ما يجوز تعلق القرآن. ربنا نزل القرآن عشان تقرأ وتعمل به، وما عشان تعلقه وتتدبره. قال تعالى كتاب
أنزلناه إليك مبارك. ليه؟ عشان نعلقه؟ لا لا لا، قال أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نعم. والزول الصباح إذا قرأ بعد صلاة الصبح جلس قرأ سورة قل الله ثلاث مرات، والفلق ثلاث مرات، وسورة الناس ثلاث مرات، يعني قل أعوذ قل والله أحد الله الصمد، السورة كلها يقرأ ثلاث مرات السورة، وقل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق السورة كلها ثلاث مرات، وقل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس السورة كلها كم؟ برضو ثلاث مرات الصباح، وكل واحدة ثلاثة 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 الميزة ذي الوقت ده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تكفيك من كل شيء، لا عقرب لا دابي لا سكين لا حجر لا 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 لصوص لا غير ولا غير ولا. نعم نعم تفضل. السؤال بتاع ابراهيم بالنسبة للحمد اللحية والإزار في الإسلام، حلق اللحية حرام وتقصير الإزار واجب. نعم بالنسبة للرجل واجب. نعم نعم. في بعض الناس بيبيخ استخدام الحلقات بحجة إنها فعل صحابي، مثلا بيقول لك عبد الله بن عمر أحد من الصحابة نفسه كان بيعلق الحجاب للصغار من الطابع، وكان يلغنهم المعوذات لمن كان كبيرا ويعلقها لمن كان صغيرا. لا، عبد الله بن عمرو بن العاص ما كان بيعلق، والأثر عنه غير صحيح، أثر ضعيف، يعني ما ثبت ولا صحة إنه كان بيعلق. نعم الأثر ما صحيح. في ناس مثلا لو شيخ بيكتب حجبات وبيكتب للمرض دار تلج ما بتلج بيكتب ليها، وبيكتب يعني بمارج جميع وبيدافع للشيوخ البناد وغير اللي قال لك المؤلف هذا الكتب المؤلفين يصيروا كتبه، لو قلت له ما تصلي خلفه والصلاة خلفه ما بتجوز، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة تجوز خلف كل بار وفاجر. أي رهين ديل ما فاجر، الزول اللي بيعتقد في غير ربنا ويدعو غير الله عز وجل ويكتب الحجبات والتمائم وغيره، ده زول في النهاية داعية شرك بالله وداعية كفر، ده ما بسموه فاجر. الفاجر ده مسلم لكن عنده معاصي، ما عنده شرك، فهمتوا يا جماعة؟ ما عنده شرك، ما مسلم لكن شنو؟ في بعض الأشياء كده مقصر في الدين يعني، لكن مسلم ما عنده شركيات، ده الفاجر. فأنتوا شنو؟ الإنسان ما يصلي ولا إنسان عنده عقيدة شركية، لكن دي فتوى علمانا، فتوى العلماء. نعم. طيب هي زول معلق حجبات كل الصلاة وراء في ناس بيكونوا ما عارفين يا جماعة، تنبهوهم تعلموهم، يعني زول قد يكون معلق لكن ما عارف، وزول يكون مسكين وزول طيب لو ورشنه بينتبه أدي اللبن ده له وكر، فلو لو نبهوشنا يا جماعة أهو ذاك لو نبهوه بينتبه. فالإنسان أول حاجة يعلم الناس ويوري الناس بالتي أحسن، بالتي أحسن. ليه؟ لأنه المسلم إذا ذكر تذكر وانتفع، قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن ممكن يغلط لكن لما توريه شنو؟ بيرجع. الكعب الزول اللي بيعرف ما يرجع. نعم. محبة الإجلال والتقديس. المسلم واجب عليه وحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالاتباع والتوقير والاحترام وليست بالبدعة. يعني ما ممكن أنا أقول بحب الرسول وأقوم أجيب لي نوبة أرقص النهار كله. هل الرسول رقص؟ لا. هل قال رقصوا؟ لا. هل في واحد من الصحابة رقص؟ لا أبدا. يبقى دي بدعة محرمة وليست سنة وليست محبة. المحبة إنك تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم سوى شنو؟ تسوي زيه وتجتهد في ذلك. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. في ناس بيقول للمرأة الجانب على الثلاثة. أيوة. نبدأ واحدة كده. في ناس بيقول للمرأة الجانب على الثلاثة. الإنسان يا جماعة ما يستعجل في الطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقول أحدكم طلقت راجعت طلقت راجعت، لا يلعب أحدكم بحدود الله، أيلعب بحدود الله وأنا بين أظهركم؟ فالطلاق حد من حدود الله، أمر عظيم، وربنا ما شرع إلا يعني لحالات الضرورة القصوى، يعني خلاص إذا استحالت الحياة. أما جاي، أما الإنسان يكون في لسانه طوالي طلاق طلاق، والله مرتي طلقانة لو ما أكلته، ما في داعي، خلي ما يأكل، ما أنت قل له قل لا بخليه أدي له زول تاني الأكل. فالناس أنا دار أعالج المسألة دي أول حاجة، لأنه كون طلاق ثلاثة وكلام ده ذاته جاء من التساهل في شنو؟ في الطلاق، بعدك نعرف حكمه. فالناس في السوق دار يبيعوا غنماية علي بالطلاق بايع بالخسارة، في داعي أسأل الكلام ده؟ ما في داعي للكلام ده يا جماعة، ما في داعي للكلام ده، خلاص وحرم وعلي بالحرام، ده كله ما صحيح. الناس يعني ينبغي ويجب عليهم يتركوا هذه الأشياء، والمسلم يكون كلمته صادقة حتى بدون حليفة، والله ده كذا، والله 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 والله. الحليفة الكثيرة دي ذاتها منهي عنها، وبالذات في البيع والشراء تمحق البركة، ما بكون في بركة في قروشك اللي بتربحها دي، ما في بركة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الناس بيحلفوا عشان يبيعوا، أها بعته، لا هي القروش اللي بيجيك دي ما فيها بركة، ممحوقة. ما لاحظت الكلام ده؟ تقولش القروش قدر ده، تخش السوق تشتري تشتري لك نايل صغير ملام بس ما في بركة، لأنه إذا جبتها بالحليفة الكثيرة. وأسوأ وأكعب من ذا الزول اللي بيحلف بغير الله، وحاس سيدي فلان وحاس شيخ فلان، دي كمان كفر عديل، شرك عديل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. أما الطلاق بالثلاثة بكلمة واحدة، كونه يقول للمرأة أنت طالق بالثلاثة، بتقع واحدة. لكن عمر بن الخطاب لما لقى الناس أكثروا قام جعلها ثلاثة، جعلها تقع كم؟ ثلاثة، خلاص تحرم عليه تاني حتى تنكح زوجا غيره. ليه؟ عشان الناس ما يسهل. فلو جاء حاكم أو قاضي أو معتمد أو والي وقال للناس اللي بيقول لي مرض طلقانة بالثلاثة بنجعلها ثلاثة طلقات، واستدل بكلام عمر، لكان له وجه ودليل، شكل الناس تحذر. بعدين الناس ما تورط نفيسة ساكت، بعدين يقول لك الشيخ الشيخ أها أنا طلقتها عندي منها عيال، أسوي شنو؟ أنت من قبل مطلق ليه؟ أو يقول لك أنا طلقتها كنت زعلان، في زول بيطلق كان فرحان لقاكم؟ الناس كلها بيطلق زعلان خلاص. فزول وقت الغضب ده إذا واقف، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك أقعد، إذا قاعد قال لك ترقد أو تقوم تتوضى، عشان الشيطان الفيك ده يمشي، عرفت؟ أو اطلع من البيت شي بره لف كده، روق شوية وتعرج، اقعد في الجامع شوية اقرأ لي قرآن بتروق. لأنه البيت ذاته ما تبنى بالسهل، ما تبنى بالسهل. الطلاق سهل لكن البنيان صعب. مثلا عندي 30 حاج 10 محاج علي ذكاء ولا واحد 10 باخ 30 نحن 20 حاج او 30 عند 10 نعم كم من 40 كلهم 40 الا نراجع عليك ان شاء الله، نراجع عليك ان شاء الله ان شاء الله. ايوه من القران على عدم المصافحه، مع انه ذكر في الحديث اذا كان مطوفي اذا دخل اللذه وضوء بطل، لو لم يفصلها لم يفصلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال:
ليطعن أحدكم بمخيط من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والمس يعني ما يهبش المرة لا في يد ولا في أي حتة من جسمه، طالما مرة ما بتحل له، ما زوجته يعني أو ما من محارمه. المحارم دي زوجتك، أختك، عمتك، طوالي مش العمة باللفة، عمتك أخت أبوك لزم. لأنه نحن هنا الواحدة لو بيت عم خالة أبو جد أبوها بيقول لك عمتي، لا لا ما كده، العمة هي أخت شنو؟ الأب هنا المقصودة في الكلام ده يعني. والخالة أخت شنو؟ الأم، أخوت عديل، سواء كانوا أخوت بنت أمها أو أخوت بنت أبوها في النهاية أخوتها. والميم المحارم دي ممكن شنو؟ أو واحدة رضعت معك أو أنت رضعتها معاه، دي ممكن شنو؟ تصافحها. أما غير كده ما يجوز تصافحها يا جماعة. إذا كان الإسلام حرم النظر من بعيد تجي كمان تمسكها من يده، وبعدين كمان بيمسكوا يقولوا الحلو يده، أها كيفك؟ طاق كيفك؟ أخباركم؟ عندكم كلب؟ ومرارة كلام كثير. هذا ما بيجوز الكلام. أيه ما في ناس ما عندهم موضوع، هو داير يفتح معاه موضوع، هو ما عنده موضوع أصلا. أما من القرآن قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فده من الأشياء نهانا عنها ربنا، نهانا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن قال أي شيء يأمرك به الرسول تعمله وأي شيء ينهاك عنه تخليه. نعم لما عرفنا حرام لكن من النواغذ هو في أساسه هي ما من النواغذ لكن هي حرام، لكن هي حرام، لكن هي حرام، عرفته؟ إلا إذا الإنسان أنزل شيء ولا كذا ده بيطعم من غضره. لكن ما معناته هي ما من نواغذ الوضوء يبقى هي أمر سهل؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يطعن أحدكم بمخيط من حديد، يعني يجيب إبرة أو حاجة زي المسمار يحطها في راسك في نص راسك فوق ويدقها بالشاخوش كو كو لحد ما تركب كلها، ده أمر سهل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة فقد كفر. الإنسان اللي ما بيصلي ما عنده دين، ما عنده إسلام. وحتى لو الإنسان ما كان بيصلي وسمع الكلام ده يتوب ويرجع على الله عز وجل ويصلي، ما يقول بعدين بعد شوية من بكرة ببدأ كده، كل يوم حقول بكرة بكرة لحد ما يموت يخش القبر يكون بكرة حقته ما جات. نعم الإنسان ممكن يدعو لنفسه، لكن الجماعي ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الورد أنه كان يسلم من الصلاة يقول اللهم أنت استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يقول ثلاث مرات اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد ذلك باقي الأذكار. بعض الناس يقول اللهم أنت السلام منك السلام إليك السلام وأنت السلام وادخلنا الجنة دارك دارك السلام بسلام، ده ما صحيح. الصحيح اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وباقي الأذكار. التسبيح برضه اللهم صل على سيدنا محمد النبي صلى على النبي. تقصد في التشهد؟ ايوه ما تسبحه يا ايوه السبحه يعني اذا بيسبح قول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، او تقول الصلاه الابراهيميه افضل اجرها اكثر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا 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 قول ملايير كده. أول شيء بالصلاة عددها قول لما تفطر خلاص، وكل ما زدت لا كل ما صليت كل ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم كثير كل ما ربنا اداك اجر كثير خلاص، وربنا يفرق لك همك وبيغفر لك بها ذنبك زي ما جاء في الحديث في سنن الترمذي باسناد صحيح. اما موضوع السبح هذا موضوع براو، لانه زول سبح بيده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيده خلاص افضل من شنو؟ افضل من السبحه
والسبحة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده خيط أو خرز أو سبحة بيسبح بها، إنما قال أعقدنا التسبيح بالأنامل يعني الأصابع يعني، فإنهن شنو مستنطقات، يعني شنو مستنطقات؟ يعني يوم القيامة أسمع الكلام، يعني يوم القيامة الأصابع ديل بيشهدوا لك لكن السبحة ما بتشهد لك، تخليها وبتمشي. نعم أيوة فضل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إني رأيت أناس يتمايلون في سبيل الله كما يمايل ريح الشجر، فقال الرسول رد له قال له أسكر الله كما شئت يعني. فهل في حديث بشيء؟ لا لا ما في حديث صحيح بهذه الصيغة. نعم بل الإنسان يذكر الله ويدعو الله تضرعا وخفية، ما يكون شيء فيه رياء، يجيب الميكروفونات ويقعد يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ده ما ذكر هذا باطل ذاته، لأن أنت بتنادي الله وما بتقول له داير كده تقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف. نمرة اثنين شيء بالميكروفونات وشيء ده ما صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، خلاص قالهم بالراحة. فالإنسان يكون يعني في ذكره خاشع لله ومختفي، إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي كما في الحديث. أما الإنسان المرائي ودائر يقول لنا شوفوني معلق له أعلام ورايات ده كله ما من الدين، وده رقيص ذاته ما ذكر أصلا، ده رقيص جنباز وفنون شعبية ده ما عنده علاقة بذكر. يا أيمانك أزول ما يحلف كثير، الأيمان هي القسم والحليفة، فالإنسان ما يحلف كثير في أي شيء. جبت الموية والله ما جبتها، قالك الخطيته والله ما خطينا، ما في داعي كده خلاص ما خطينا. يعني الحليفة الكثيرة ما تجوز، نفسها هي ما تجوز. نعم قول من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدد نزال عنه. إنسان أصلا هو ما يستحق الخير وذول شر، ذول شر ده ربنا سبحانه وتعالى بيضله زيادة ويمد له مد في الضلال. ليه؟ لأنه أصلا هو ذول شر ودائر الشر. ربنا قال وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل، ده قال لدى الخير بدخلك الجنة وده طريق الشر بوديك النار. عرف ده الخير وده الشر، عرفه ركب ضرب الشر ويضلل في الناس وما داير الخير. كقول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ليه؟ لأنه أصلا هو من الشر، ربنا ختم عليهم. جزاكم الله خير، بارك الله، الله يجزيك خير، الله يجزيك خير وبارك الله فيك ويديك العافية.